من هو المصري الوحيد في تشكيل أفضل 11 لاعب في أمم إفريقيا 2021 بالكامerun؟ مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد. ظهر اسم مصري وحيد في التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعب في كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكامerun، وذلك على الرغم من توهج أكثر من عنصر بكتيبة كيروش، حيث نشر الموقع العالمي المختص في الإحصائيات والتقييم سوفا سوكر تشكيل أفضل 11 لاعب في أمم إفريقيا، وجاء على النحو التالي: في حراسة المرمى الحارس محمد أبو جبل مصر، في خط الدفاع ساليوسيس السنغال، عبدو ديالو السنغال، كاليدو كوليبالي السنغال، أشرف حكيمي المغرب، في خط الوسط ساديو ماني السنغال، جايلور كانجا الجابون، إبراهيم سنجاري كوت ديفوار، نيكولاس بيبي كوت ديفوار، وفي الهجوم كارلو توكو إيكامبي الكاميرون، وفينسنت أبو بكر الكاميرون. بشكركم مشاهدينا ومتابعينا، ادعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.